البنك المركزي سمح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار لحد ما وصل لفرق 10 قروش مقارنة مع الهامش السابق اللي كان 3 قروش. بلغ الجنيه المصري في البنوك 7.59 جنيه، الدولار في البنوك 7.59 جنيه، وده أدنى سعر رسمي للجنيه على الإطلاق بعد مجموعة من التتاليات. الخميس خفض الجنيه الدولار الجنيه في مواجهة الدولار 3 قروش النهاردة البنك المركزي ليصل إلى 7.49 جنيه. رويترز بتقول إن البنوك تلقت تعليمات شفهية من البنك المركزي والناس مش فاهمة. اللي بيعايز يهاجم الحكومة بيهاجم الحكومة، بس هو مش فاهم اللي بيحصل ده الهدف منه ايه. الهدف من هذا هو جعل سعر واحد للدولار. كان الواقع انك ما بتقدرش تاخد فلوس من البنوك. الناس اللي كانت عايزة تشتري وتجيب بتستورد من الخارج بتدفع بالدولار، فعشان توفر الفلوس مع الفرق البنك ما كانش بيقدر يديهم بهذا السعر طول ما في سودة مرتفعة، فكان التاجر او رجل الاعمال بيروح يشتري من السوق فيرفع السعر مرة اخرى وتستمر. يبقى عندنا سعرين في السوق. سعرين في السوق ده معناه ان اقتصاد خربان. انت كده ما بتحافظش على قيمة الجنيه، انت بتهزه وبتدمره بدون ما يبقى لك سيطرة عليه. البنك المركزي بذكاء شديد قرر تحريك السعر حتى يصل الى سعر وسط هيكون بينه وبين الصرافات، والصرافة ستحقق ربح. ولكن هو وقف رجال اعمال وقال لهم تعالوا انا هوفر لكم انا العملة اللي بتستورد بيها بسعر قريب جدا من السوق السوداء، يبقى مش محتاج لما يبقى قرش او قرشين او ثلاثة. ده مش معناه انك تزايد على السوق السوداء وتنميها وتغذيها مما يدمر الاقتصاد المصري. ده ليه علاقة بالمؤتمر الاقتصادي القادم. بعض المستثمرين بعضهم كلمني وقال لي احنا اتظلمنا جدا، احنا عندنا مشكلة. انا لما رحت البنك المركزي قال لي ما تشتريش من السوق السوداء وانا هوفر لك الفلوس وسدد من عندي. يقول لي كان الدولار ب27، لما باجي من البنك النهارده الاقيه ب749 او 759. دي خسائر بالنسبه لي لان انا جبت وبعت وجبت بسعر الدولار كان مختلف فيه. كلمت السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي فقال لي ايوه بعض المستثمرين هيتعرض لخساره دلوقتي، بس هو كان البديل ايه؟ انه كان هيشتريه من السوق السوداء بسعر اكتر من السعر اللي انا بحاسبه عليه دلوقتي، زي ما ناس وصلت ل 7.90 جنيه و8 جنيه. فانا في النهايه هو لازم يتحمل معايا قدر من العبء عشان احمي اقتصاد البلد، علشان اقدر اساعده هو شخصيا. انا مش هقدر اساعده ولا هيقدر يستورد بعد كده اذا استمرت السوق السوداء دي. ده معناه انهيار اقتصادي هو هيتاثر بيه. فلحمايه اقتصاد البلد احنا محتاجين نعمل ده. بعضهم هيتحمل شويه ويفكر هو انا لو ما عملتش كده كان هو هيشتريه من السوق السوداء بكام؟ فهو انا لما بوفره له دلوقتي بسعر مختلف شويه عن اللي كان بياخده، بس هو كان هيجيبه من السوق السوداء بكام؟ ب 7.70 وب 7.80 وب 7.90. ففي النهايه هو كان هيشتريه زياده وهيفضل طول الوقت كده. انا دي فتره مؤقته جدا، نجحنا خلاص، قريب قوي هيشوف النتائج وهيجد الصرافه بتتعامل بهامش ربح جيد ترضى بيه، لكن هيبقى عندنا سعر صرف واحد للدولار.